أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أفاد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن العراق ملتزم بتخفيضات المعروض العالمي التي قررتها منظمة أوبك، وبيّن جهاد ردا على سؤال بشأن استعداد العراق لزيادة إنتاجه لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني، بيّن أن أي قرار لزيادة الإنتاج أو خفضه يجب أن تتخذه أوبك على نحو جماعي، مشيرا إلى أن العراق لن يتخذ قرارا فرديا لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية. يذكر أن العراق دعا في وقت سابق منظمة أوبك إلى وضع استراتيجية لتحقيق المزيد من الاستقرار لأسعار النفط، منوها بأن انخفاضها ليس في مصلحته وعدم اختصار الحلول على خفض الإنتاج فقط. هذا وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلماني عبد السلام المالكي، قال إن أغلب المصارف الأهلية أصبحت عبئا على العمل المصرفي في البلد. وأضاف المالكي أن العمل المصرفي في العراق أصبح متأخرا كثيرا عن باقي دول العالم، وأن أغلب المصارف تحولت إلى مواقع لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها. وكشف المالكي عن عدم وجود سياسات حقيقية لعمل تلك المصارف بما يحقق الفائدة القصوى من العمل المصرفي في البناء والاستثمار والإعمار. هذا واتهم النائب زياد الجنابي الشركة المستثمرة لمشروع بسمية السكني باستخدام الأموال العامة العراقية في مشاريعها الاستثمارية. وأوضح الجنابي أن المشروع يقوم بسحب مياه القناة المبطنة التابعة لوزارة الموارد المائية والمخصصة أصلاً لسقي الأراضي الزراعية التابعة لقضاء المدائن، الذي هو السلة الغذائية اليومية التي تمد العاصمة بغداد بأغلب المحاصيل والخضر الزراعية اليومية. هذا ودعا الجناب الحكومة في بغداد والأجهزة الرقابية وهيئة النزاهة إلى متابعة تجاوزات المشروع وإلزام الشركة المستثمرة بإنشاء قناة مائية خاصة بالمشروع. نشر البنك المركزي العراقي جدولا بأسعار السبائك الذهبية للأسبوع الحالي، وبيّن الجدول أن مسكوكة 22 جرام بلغت 1,235 دينارا، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 جرام بلغ 258 ألف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 جرام 507 ألاف دينار. وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 جرام بلغ 763 ألف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 20 جرام 1,250 دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 25 جرام 1,290 دينار. كشف تقرير نشر على موقع نوبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم لشهر نيسان 2019 أن ما ينفقه المواطن العراقي في العراق على الخدمات ما ينفقه المواطن في العراق على الخدمات الأساسية يبلغ 107 دولارات شهريا. وأوضح التقرير أن ما ينفقه المواطن في العراق على الخدمات الأساسية التي تشمل الكهرباء والتدفئة والتبريد والمياه والقمامة كمعدل يبلغ 107 دولارات شهريا، وهي تنحصر في نطاق 50 إلى 200 دولار شهريا. وأضافت أضاف التقرير أن التعريفة الدقيقة للهاتف المحمول المدفوعة مقدما تبلغ 10 سنتات، فيما تبلغ كلفة الإنترنت ل 60 ميجا بايت في الثانية أو أكثر كمعدل 40 دولارا شهريا. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.